الحركة في البيع والشراء في هذه الأيام مزيانة الحمد لله، على حسب كما قال العيد الكبير فهمتي، دابا ولا كيفوت واحد الفترة باش كتزاد البيع والشراء، يعني ملي كيكون العيد الكبير قريب للعاشور كتكون الأجواء شوية صعيبة على حسب المادية ديال المواطن هنايا، الأثمنة منخفضة، وإن شاء الله كنتمنوا العام الجاي عاوتاني غادي نقص على ما كيقولوا الناس، كنتعاملوا مع الناس في كازا. يعني كي غيكون ان شاء الله واحد التخفيض في الاثمنه، كيتمشاو الالعاب غير المعروفين، الطوموبيلات ولا المونيكات ولا الفراده والكروسه لي بوسيت ديال الدراري الصغار، هما اللي كيتمشاو بزاف معروفين. الايامات العاديه كيمشي على حسب كتجي مع القرايه، الايامات العاديه كيمشيو الالعاب ديال الذكاء، هما اللي كيتمشاو بحال اللوحات، بحال اللوحات الالكترونيه، بزاف د الحوايج داكشي اللي كتعلق داكشي ديال المدرسه وديال التعليم. دابا عندنا حنا هاد المناسبه ديال عاشوراء كيكون على شويه استقبال وشويه ديال اكشاريه ديال الخدمه شويه، وكنساعدوا مع الناس والناس تما مساكن من دار مضرورين شويه، وحنا كنبقاو غاديين معاهم حتى حنا بشويه بشويه، ودايرين ثمن زوين مع الناس وكل شيء. تناخذ لهم داكشي ضروري، التقاليد ديالهم ضروري، تبغي الوليدات تفرحهم تاخذ لهم هذيك اللعبه ديال تيليكوموند كدا، الطوموبيل ديال التيليكوموند ديالها ولا عاوتاني، ولا تاخذ لي شي كابوس ديال بيناس كدايا ديال البلاستيك كدايا، والبنيه راه ضروري تاخذ لها شي هذيك الموليكه اللي تتكون بالكريريسه ديالها وكدا، ضروري الطقوس ديالهم. وحتى حنا راه عشنا في هذا الشيء، والدينا الله يرحمهم كانوا تياخذوا لينا، حتى حنا راه ضروري تبقى ديك التقاليد ديالنا. كاين اقبال مع الناس وتنبيعوا ثمن مناسب وداك الشيء، تيجيو الوليدات تيجيو والديهم تيجيو بنيتات، حتى داك الشيء ديال التعارج وداك الشيء ديال اللي جوي المونيكات الطوموبيلات الى اخره.